أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بابا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله
ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون صدق الله العظيم.